مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. قال موسى النبي قديما أفنينا سنينك قصة، مع في الاستوديو المرنم الحلو منير حبيب. قصة حياتي ضامنها في ايديك، شايفها يومات ده لو يعني. قصة حياتي ضامنها في ايديك، شايفها يوماتي غلوتي عليك. حاسسها في أمالي، سلامي وضمالي، في كل المعاني الحلوة اللي فيه. حاسسها في أمالي، سلامي وضماني، ضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيه، الحلوة اللي فيه. بشكر رب لأجل كل المشاهدين ولا سيما الذين يتواصلون معنا سواء عن طريق إرسال خطابات أو يتصلوا بنا تليفونيا أو عن طريق رسائل SMS. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت. قصتنا النهاردة بعنوان المصالحة، وقصتنا النهاردة مش قصة حقيقية لكنها قصة مؤلفة رمزية. وأنا كل القصص اللي حكيناها سابقا واللي بنحكيها طالما مش بقول انها رمزية يبقى هي قصص حقيقية. بس قصتنا النهاردة قصة مؤلفة اسمها المصالحة، وجدت فيها معاني جميلة جدا. قصة بتحكي عن بنت اسمها سامية، وباباها كان راجل شرير اسمه شداد. شداد في يوم من الأيام وهو سكران ضرب البنت وطردها، قال لها اطلعي بره، وقعد يضرب فيها لغايه ما لقيت نفسها في الشارع. قعدت تمشي تمشي لغايه ما وصلت الى مقل الى المكان اللي فيه القمامه في البلد. بتبص لقيت مئات الايادي اخذتها، ولقيت نفسها بين اطفال الشوارع. ليهم زعيم بيضربهم، يشتغلوا يشحتوا طول اليوم ويجيبوا له كل اللي شحتوه، والا يتعرضوا للذل والاغتصاب. ويوي في يوم من الأيام سامية كانت ماشية تشحت في المدينة، لقيت قصر جميل مكتوب عليه الدكتور أنور. دخلت سامية وقعدت تخبط جوه باب القصر، عندي يعني عند المكان اللي ساكنين فيه. طلع الدكتور أنور شكله جميل جدا، قال لها أهلا وسهلا أنا برحب بيكي. وفجأة طلعت بنته اللي اسمها فادية ورحبوا بيها جدا وقالوا لها إيه رأيك لو تيجي تسكني معانا وتعيشي في القصر. سامية ما صدقتش نفسها، قال لها خدي شاور خدي حمام، وجابوا لها لبس جميل جدا وبقت عندهم. تاني يوم الصبح سامية بتبص لقت ميدالية جميلة ذهب، وفي الحال فكرت تاخدها. أخذت الميدالية الذهب وحطتها في الشنطة وطلعت تجري، لقيت الدكتور أنور داخل. هي شعرت إن الدكتور أنور شاف الحقيبة الشنطة اللي فيها الميدالية. قعدت تجري 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 مش بتبص وراها لغاية ما وصلت إلى المقلب بتاع القمامة، المكان اللي فيه القمامة الزبالة، وحطت الشنطة. بص وراها ما لقيتش الدكتور أنور، أتاريها كانت بيتهيأ لها. بس بعد دقايق لقيت الدكتور أنور جايب العربية، بقول لها تعالي أنت سبت القصر ليه؟ ركبت مع العربية وراحت. وهناك فادية قالت لها أنا عرفت كل حاجة، شفتي كنت بتسرقي الميدالية، بس أنا عشان بابا ما يتضايقش قلت له إني أنا اللي خدت الميدالية يا بابا، علشان كده بابا ما يعرفش إنك أنت خدت الميدالية. هاتي تعالي رجع الميدالية وعيشي معانا. وهذه القصة أثرت جدا في سامية وغيرت حياتها لغاية ما فعلا بقى اتغيرت وطبيعتها تهذبت وصارت تعيش أخت لفادية في قصر الدكتور أنور. وبعدين سأستكمل معاك باقي قصة المصالحة بعد أن نستمتع بهذه الترنيمة مع مرنمنا الحلو منير حبيب. ابقى معي إلى ما بعد الترنيمة. يلي عرفت رب يسوع واتمتعت بنور إنجيله، عالم كله أنينه دموع ليه حنت لظلامه ليله، عالم كله أنين ودموع على
حني لظلامه ليل عالم كله أنين ودموع ليه حنت لظلامه ليل ليه دورت على الخرنوب والخير كله في بيت الآب فكر ده انت ابن المحبوب وارجع للبيت والأحباب فكر ده انت ابن المحبوب وارجع للبيت والأحباب حبك ضحى بنفسه عشانك داء الموت بصليب العار حضن الرب ده هو مكانك سيبك من مشي الأشرار حضن الرب ده هو مكانك سيبك من مشي الأشرار وبأعمالك كنت بتحزن روح الله الساكن فيه دايما تنسى إنك مؤمن رغم ده كله عينه عليك دايما تنسى إنك مؤمن رغم ده كله عينه عليك فرح العالم مش هيدوم باطل كله قبض الريح لكن بكرة هيجي اليوم وهتتهنى مع المسيح لكن بكرة هيجي اليوم وهتتهنى مع المسيح لكن بكرة هيجي اليوم وهتتهنى مع المسيح. قصتنا النهاردة بعنوان المصالحة وهي قصة رمزية مؤلفة كما ذكرت. قل الكتاب أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. لما باباها طردها وده اللي بيعمله إبليس. مشكلة إبليس أنه ياخد النفس ياخدك لحم ياخد الإنسان لحم ويرمي عض مش أنت لأنك أنت حلو مش عايز مع مش عايش مع إبليس ياخد الإنسان البعيد عن الله لحم ويرمي عض. دايما إبليس بيخون خاين يجي يقدم لك شوية حاجات وفي لحظة يقلب عليك. قال عنه المسيح السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك أما أنا قال المسيح فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكن لهم أفضل. فاكر الإبن اللي كان ضال في لوقا 15 في البداية بذر ماله بعيش مسرف زنا وزواني ورأس وسكر عايش يعني عايش حياته بس فجأة قلب عليه إبليس وخلاه من أولاد الشوارع زي قصة سامية رماه وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله فلم يعطي أحد. ده بالنسبة لسامية وباباها والراجل مشغل باباها معلم أسد. لكن الدكتور أنور دي الصورة المضيئة الجميلة في القصة القصر الحلو ده. الدكتور أنور رمز لأبونا السماوي اللي فعلا مكتوب عنه أبو الأنوار الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعاير. أبونا السماوي أبونا السماوي غرضوا مننا قبل الأزمنة في الأزل. خلي بالك قبل ما يخلق آدم وحواء الله كل الكلام ده صعب عليك بس حلو انك تسمعه. الله قبل الأزمنة في الأزل كان عايز الناس كلها اللي هيخلقها تكون مشابهة للمسيح. مكتوب لكي نكونوا في رومية 8 مشابهين صورة ابنه ليكن المسيح بكرا بين إخوة كثيرين. ففكر ربنا عايز صور زي ابنه ربنا يسوع المسيح. ده أبو الأنوار اللي غرضه إنك تمجده. بس للأسف ماذا قابلت سامية ترحاب أبو الدكتور أنوار؟ قابلته بأنه سرقت الميدالية منه. الميدالية دي الذهب صورة لمجد الله. أنا وإنت بخطايانا أعوزنا مجد الله. حلوة الآية دي رومية 3 الجميع زاغوا وفسدوا اسمع وأعوزهم مجد الله. يعني أعوزهم مجد الله يعني لم يحققوا مجد الله في حياتهم. سفر أشعياء
بيقول لمجدي قد خلقته. ربنا بيقول انه خلقني وخلقك عشان نمجده. اذا ده افضل تعريف للخطية، ديفينيشن، تعريف. ما هي الخطية؟ الخطية اعوزهم مجد الله. يعني ايه؟ يعني انا طول اليوم مش بعمل الحاجات اللي بتمجد ربنا، علشان كده انا خاطي، اخطأت عن الهدف وهو اني امجد الله. سرقنا الميدالية، سلبنا مجد الله بخطايانا. لكن تيجي فدية، فدية رمز جميل لربنا يسوع المسيح في القصة. ازاي؟ قالت انا اللي سرقت الميدالية، وده اللي عمله المسيح، ده الكور، ده الهدف بتاع القصة. فدية قالت انا اللي سرقت الميدالية، قالت لباباها ما تزعلش من سامية، انا اللي سرقت، وتعاقبت مكان سامية. لو تدرك، تعرف لو امنت ايمان حقيقي بالمسيح عمرك ما تعمل خطية. غريب، ايوه، لانك هتحبه. ان صدقت من كل قلبك ان المسيح هو الله اللي ظهر في الجسد وجه ومات بدالي وحمل خطاياي، الشتيمه اللي شتمتها اعتبر ان هو شتمها، النظرات الوحشه اللي انت نظرتها كانه هو نظرها، النجاسه، الخمور، المخدرات، الخيانات، الخناقات، الكذب، الدعاره، اي حاجه، هتقول يا سلام كل خطايانا. هقول لك تعبير يمكن يضايقك. عارف لما تكون ماشي في شوارع ضيقه في بعض الاماكن وتلاقي واحده ست عندها يعني جركن ميه كده مش نظيف، تكون غسلت بيه، تروح كباه كده، واحد معدي تكب على الميه دي. اقول الرب يسوع، اقول بكل وقار، كل قذارتنا نزلت عليه في الصليب. هل تعلم هذا؟ الله جعل الذي لم يعمل خطيه خطيه لاجلنا، مكتوب هو حمل خطايانا في جسده على الخشبه، وقال قد اكمل. يبقى انا خطاياي احتملها المسيح، يبقى انا لا نعاقب عليه. عارف ليه؟ لان هو عوقب عليها، بس بشرط انك تدخل فيه. تعال له النهارده اقول له يا رب انا من غيرك، انا بقول له، انت مش راضي تقول له، انا بقول له انا من اولاد الشوارع، انا بحب الخرنوب، انا ما استاهلش مجدك يا رب، ما استاهلش ادخل بيتك يا رب، ما استاهلش اقرب منك. اشكرك لاجل المسيح حمل خطاياي وبررني الله على اساس عمل المسيح. صلي الان، قل له يا رب تعالى امتلك حياتي، يا رب تعالى نسيني الماضي، انا سلبت مجدك سنين طويله، النهارده انا بسلمك حياتي، النهارده ارجوك غيرني قلبا نقيا اخلق فيه يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. والى حلقه قادمه من برنامجك حياتك القصة. مشكلة إبليس ياخد الإنسان البعيد عن الله لحم ويرميه عض. فاكر الإبن اللي كان ضال، زنا وزواني ورأس وسكر، بس فجأة قلب عليه إبليس وخلاه من أولاد الشوارع. ما هي الخطية؟ الخطية أعوزهم مجد الله. يعني إيه؟ يعني أنا طول اليوم مش بعمل الحاجات اللي بتمجد ربنا، علشان كده أنا خاطئ. الله قبل الأزمنة في الأزل كان عايز الناس كلها اللي هيخلقها تكون مشابهة للمسيح. لو آمنت إيمان حقيقي بالمسيح عمرك ما تعمل خطيئة. حضن الرب ده هو مكانك، سيبك من مشي الأشرار.